السلام عليكم. فيديو جديد، بما اننا في نهاية السنة خلاص، ولا يوم شفته في السنة دي يستحق ان انت تفتكره. يعني احسن حاجة انا طلعت بيها من السنة دي ان انا ابتديت انزل فيديوز باستمرار، اخدت على الموضوع. زمان انا كنت ما بين كل فيديو وفيديو بيبقى فيه شهرين، وكان الموضوع بالنسبة للناس اللي عندي عادي جدا، ما انت دايما بتعمل كده. فلما عدنا في البيت انا كنت بنزل فيديو كل يومين، كل اسبوع فيديو. في ناس كمان مش مستوعبة الموضوع ده، فبالتالي ممكن ناس تفوت فيديوهين او فيديو ليا. هو انت نزلت فيديو بجد امتى؟ ففعليا الناس مش واخدة على الموضوع ده عندي. فلو انت مشترك في القناة ومش مفعل زر الجرس، انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس ودوس لايك للفيديو ده عشان نوصله لأكبر عدد من اللايكات. شكرا على كومنتاتكم في فيديو الجيمينج اللي نزل اول امبارح ولا امبارح من تصوير يعني الفيديو ده. يعني ده يعتبر اول فيديو جيمينج ليا، وما شاء الله الكومنتات كلها عاجبها، وانا هموت من الضحك ومش عارف ايه، مع ان انا كنت متعصب بجد. عاش، انا يعني بحبكم قوي. اما الناس اللي عندي ومش مهتمين بالجيمنج وسايبين الفيديو كده، انا كنت فاكركوا لويال، انزل اي فيديو تروح تشوفه. انت بتشوفني انا مش بتشوف الفيديو ولا ايه؟ بالفيديو بتاعنا النهارده هو تقييم اليوتيوبرز العرب. التقييم هيكون جد جدا، وهيكون اكيد فيه هزار، اكيد مفيش تطبيل، لو حد من صحابي مش هطبل له. طيب، الناس اللي انا اخترتهم في التقييم ده اخترتهم ازاي؟ انا نزلت ستوري على الانستجرام، هو ده، وانتم ما شاء الله رحتوا بعتوا لي ايه احنا عايزين الناس دي. فانا بناء عليه خدت الموبايل كده وقعدت قبل ما ابدا الفيديو ده ساعه ونص عشان اكتب الاسماء واعمل بيهم الجدول اللي احنا هنقيم بيه. القائمة بتاعت التقييمات فيها كل دول. عندنا التقييمات خمس مستويات. يا ولا زعيم، ده توب بقى قوي، ده اللي هو في حتة تانية. عظمة، ده عظمة. جامد، ده جامد يا دوبك اللي هو يجي منه، فاهم يعني؟ لو تشتغل شوية يبقى احسن. ايه اللي جابه هنا بقى؟ ده اللي هو انت فعلا ايه اللي جابك هنا؟ انت روح اعمل عظمة وتعالى، فاهم؟ فاشت. اول حاجة بي تي اس اللي الناس اختارتهم دول، انا يعني مش عارف اقيمهم بناء عن ايه، بس عشان في ناس كتير قالوا لي عليهم فانا هحطهم يا ولا يا زعيم. برجو القديم وبرجو الجديد، انا في ناس طلبت مني كده، فانا هحط برجو القديم فوق في يا ولا يا زعيم، وبرجو الجديد انا هحطه في يا دوبك. لا طبعا يا ولا يا زعيم، مهما بص انا مهما اعمل زعيم. بس نيجي لباري تيوب. باري تيوب من الناس اللي ما شاء الله، انا من الناس اللي مش بتابع اصلا محتوى يوتيوب في مصر، فباري تيوب من الناس اللي بره مصر عملت محدش يعرف لحد دلوقتي شكله، يعني هويته ايه محدش يعرف. بيتكلم فويس اوفر بس في فيديوهاته، وعمل اغنيه قلبت الدنيا، عمل حاجه صعب ان اي حد يوصل لها من غير ما يكون حتى الناس عارفه شكله. فبجد لا يا ولا يا زعيم. طبعا دي الخانه اللي فوق هتتملي بسرعه. ايه ده؟ نيجي لدكتور مكاوي. والله دكتور مكاوي في ناس كتير بتهاجمه، بس انا بجد انا بحب الكونتنت اللي بيعمله، وطريقه الكلام بيحسسك ان هو عنده ثقه في نفسه جامده قوي، وهو عارف هو بيعمل ايه. انا بحب الناس اللي بتبقى فاهمه هو بيعمل ايه، هو فاهم برضو كلامي يعني، فاهم انا بقول له ايه. فلا يعني جامد، انا بالنسبه لي هو فاهم هو بيعمل ايه، مش مديوكر، فاهم قصدي؟ كريم السيد. كريم السيد طبعا من الناس ما شاء الله بيقدموا كواليتي اخراج، تصوير، كل حاجه، موضوعات، بيعمل حاجات مختلفه، بيوديك اماكن في مصر انت نفسك كمصري ما تعرفهاش، فيتحط في اعلى زعيم طبعا جنبي وجنب الباريتيوب. نيجي للشخص بتاع فيلم الكيف اللي انا عملت عليه رياكت انا وفؤاد. الناس اختارته والله، ف ايه اللي جابه؟ انا احطه في عظمه، والله انا احطه في عظمه لان بيضحكنا. هو بيعمل فيديوهات بشكل درامي بس بتضحك. نيجي لميدو يانج. ميدو يانج كان جامد لما كان بيعمل رياكت، وارجع للرياكت يا ميدو. بص انا هحطك دلوقتي في ايه اللي جابك هنا، سكه او يا دوبك، عشان لا اللي جابك هنا ما تلاقش بيك يا دوبك لحد ما ترجع للرياكت، لان احنا في مصر مفتقدين المحتوى ده الساخر. نيجي لفادي عضله. والله العظيم انا مش مختار ولا واحد في القايمه دي، انا محتار يعني. هو بيعمل هو بيضحكني، فخليه في يعني جامد جامد يا فادي، جامد جامد يا عم. يا نهار حمدي وفاء، بسم الله ما شاء الله، مأجرين ايه ترند ايجار جديد على اليوتيوب. اي ترند بتلاقي حمدي وفاء الراعي الرسمي للترندات في مصر. بس هو ايه محتواهم؟ انا معرفش المحتوى اللي بيقدموه ايه بجد. اشتريت فيلة احلامي، فريق الريسبشن ضد فريق الجنين، او انا مش عارف احطكم فين. انا بجد مش، لا يعني هم، انا قلت ان انا اتكلم بجد، لا انا ما مش متابع محتواهم، فبالنسبه لي ايه اللي جابك كده. الناس اختارت حليم. فيديوهاته انا بقى يعني انا شفت يعني فيديوهات حليم من اول ما طلع، كان طالع كان ملفت للنظر، لكن دلوقتي هو حليم الويف بتاعته نزلت، فانا مش متابع فيديوهاته، فممكن نخليه نادر احمد.
من الناس اللي بتتعب في المحتوى بس عنده مشكله واحده وانتوا اكيد عارفينها، ما بين كل فيديو وفيديو سنه، يعني في ناس عدت ارقام بالكونتنت اللي انت بتقدمه ودلوقتي عدوا بسبب ان هم مستمرين. انت اكيد فاهم قصدي، فانت لازم تزود فيديوهاتك. فهنحط نادر، انا نفسي اقسى عليك عشان تشتغل، نفسي احطك هنا. فنخلينا في عظم لانه هو بيتعب جد في المحتوى. احمد ابو زيد بتاع دروس اونلاين، شخص مبدع، بس للاسف الفيديوز دي ما بتوصلش لمعظم الناس على اليوتيوب، فهو بيبقى ليهم كوميونيتي معين. بس انا بالنسبه لي انا هحطه هنا لان انا بستفيد منه. ابو فله، انا سوري ان انا هنطق الاسم غلط لان انا مش عارف انطق الاسم صح من ساعه ما عرفته. بسم الله ما شاء الله، هو رقم واحد دلوقتي في اليوتيوب العربي، طلع كده بطريقه كل ما بيوصل لمليون مشترك بيعمل حاجه جامده خيريه. ريلي اي ريسبكت يو، فخلونا نحطه هنا. بس عندك مشكله دايما وهو بيعمل فيديوز، احس ان هو بيحط دراما زياده، فاهم؟ يهزر وعصبي ومش عارف ايه وبيعمل ايه كده، ومره واحده شباب انا دي والله يا شباب، ويحط موسيقى حزين بس يرجع يعمل كده ويتكلم كده. الطريقه دي حلوه وتشد الناس كتير، بس انا بالنسبه لي في دراما كتير بتخش وبتاثر بسرعه من اي حاجه، فاهم؟ حاول توازن الموضوع بحيث الناس ما تفتكرش ان انت بتصطنع. بس مهاب شادي من الناس اللي السنه دي ما عملش ولا عمل كام فيديو، عمل فيديوهات تتعدى على الايد الواحده للاسف يا مهاب. لحد ما تشتغل وتدوس على نفسك كده شويه تسترجل بقى وتعمل لنا فيديوهات. مين دول بجد والله؟ هو انتوا اللي اخترتوا الناس وانا عملت سيرش على اسمائهم ونزلت صورهم، بس ايه دول؟ مين دول بجد؟ انا نسيت مين دول، مش عارف، بس هحطهم هنا. ناس كتير قالت لي على التوينز، انا فلما لقيت في ناس كتير بعتت لي ان انا اعمل عليهم ان انا اقيمهم وكده، دخلت على القناه عندهم لقيتهم بيعملوا فيديوز غريبه قوي ومضحكه، وحتى لو انا طفل هضحك. كانوا بيقولوا كائن غريب طلع علينا وبيصوروه، واحد لابس عبايه سودا ومش عارف ايه، وهم يا جماعه نعمل ايه ومش عارف ايه. فواحد يطلع عليك يخوفك، بدل ما تتصل بالبوليس لا بتصور فلوج. فما تخليكم منطقيين شويه، اعملوا شقاوه على اليوتيوب بس منطقيه. ايه اللي جابك هنا؟ في ناس قالت تختار اسرار المطبخ مع سمر، ده بجد. فانا عظمه يا ولا زعيم، بص عظمه لا ما ينفعش يا ولا زعيم، اسرار المطبخ مع سمر تبقى في العظمه. نور ستارز من الناس اللي يعني انا مش متابع محتوى نور ستارز. اوكي ما شاء الله عندها 17 مليون. فاجئت امي بعيد ميلادها مؤثر، ده زي احمد حسن وزينب، جبنا اكل مش عارف ايه باكيت. لا بص سوري يا نور، ايه اللي جابك؟ احمد حسن وزينب بقى شخصيا وراها، يعني دول طبعا يا ولا يا زعيم، ايه ده؟ كنت انت ايه؟ وجمال ايه؟ ومش يا لهوي، ايه اللي جابكوا هنا؟ لا بجد ايه اللي جابكوا؟ يايا يعني مش تعرفين ان احنا اصحاب، انا بحبه فشخ، بس يايا الفترة الاخيرة في 2020 بالذات كان ما شاء الله، في 2019 كانت بتاعته يعني، كان طالع. في 2020 عمل لقطة غريبة، عارف لما تبقاش فاهم انت عايز تعمل ايه، يعمل بودكاست مرة، يعمل رياكت، كان ناقص يعمل فلوجز. جه بقى في الفترة الاخيرة ام ايه، انا هعمل محتوى كورة. بس هو مبدع، بس ما ينفعش على اليوتيوب تبقى وان مان شو، لا لازم تختار لك حاجة تتميز فيها عشان توصل، فلازم ترسى على حاجة يايا. فانا هحطك هنا يا دوبك جنب مهاب برضو عشان ترسى على محتوى تعمله. انا بحب احمد بالرب، انا بحبه جدا، واحنا يعني انا اعرفه من رمضان اللي فات. انا هحطه هنا، ايه اللي جابه هنا؟ عشان احنا كنا متفقين نعمل فيديو وانت رحت مطنش خالص. تعالى 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 في عظم، حد ما نعمل فيديو وهجيبك فوق يا ولا زعل. هنودي يبقى جامد معين، او لان انا بشوف فيديوهاته ان هو بيصورها بشكل اللي هو كده حاسس ان هو نايم كده، او حاسس ان هو بيصوره وهو مش راضي عنه، عايز يظبط الحته دي عشان يبقى ايه في التوب يعني. تيمور من الناس اللي بتقدم محتوى برضو ايه اللي هو محتوى الرياكت، او ممكن تقول عليه طقطقه، مونتاجه فشيخ، حطه جامد جامد يعني. بمونتاجك لوحده انا احطك في ولا زعيم، ده انا ابو فاهم، فؤاد يمشي وانت تيجي. مونتاجك لا بسم الله ما شاء الله عليه جامد. دايلر، والمشكله ان جنبه محمد خالد، فهو الاثنين واحد. محمد خالد كان زمان عارف هو بيعمل ايه، ليه هدف، كان عايز يوصل لمليون سبسكرايبرز. انا فاكر لما بعد بقى فجاه كده وبقى يعمل حاجات مش شبهه او كده، ويعمل اغاني ومش عارف ايه، نسي هدفه ونسي هو كان عايز ايه، وماشي بس على هدف ان انا ايه هقعد افليكس. محمد نحطه يا دوبك، ودايلر كده كده ايه يعني، ايه اللي جابك هنا؟ ما محمد خالد موجود، فاهم قصدي؟ شاور من الناس اللي بتقدم محتوى الفلوجات بشكل عنيف شويه، رميت اخويا من الدور العاشر، شربنا ميه مجاري انا ومش عارف ايه، بيعمل فلوجات عنيفه شويه، بس هي مش بالتارجت الاودينس اللي زي الاودينس الناس الكبيره عموما، بنحطه في يدوبك يعني. يا رضوان من الناس اللي بتقدم محتوى تقني كويس جدا في مصر،
كواليتي عالي، بيصور بكاميرا ريد مش عارف ب$100,000 ولا ب$100,000 ايه، حاجات غالية ودايما يعني بص عظمة. عبد الله رخا طبعا برضو بيقدم محتوى تقني، بس اكتر حد بيحسسني ان انا فقير قوي اللي هو انت ليه مش معاك الموبايل ده فقير، او الموبايل ده فقير، او صندوق موبايلات وراه. عبد الله انا احطك في جامد عشان انت بتحسسني بالاحساس ده للاسف. طيب خلينا نيجي بموكي. موكي كي اس اي العرب، فاهم يعني سايد من يعمل اللي عنده جود تالنت، موكي يعمل ده وبشكل مصري جامد فشخ. اي حته في اي بلد في العالم ممكن تاخد اي فكره بره تعملها في بلدك، فاهم؟ فموكي عشان عظمه انا هحطه في عظمه. احبك يا موكي. محمود اسماعيل اول شخص حرفيا اتابعه على اليوتيوب هو وهشام عفيفي، اول حد فعليا اكتشفه على اليوتيوب في مصر. الفتره الاخيره حسيت ان محمود اسماعيل ابتدى يبقى مثقف، اتكلم بطريقه المثقفين دي، هي بتبقى حلوه بس طبعا انت عشان تنجح في اليوتيوب لازم تبقى فيه سنه الترفيه دي، بس هو محتوى جميل جدا برضو، فانا نخليه في عظمه او جامد. خلينا هنا في عظمه. عمرو شريف من الناس اللي بتقدم كونتنت جامد فشخ على الاكل. انا مثلا لما ببقى جعان وعايز اكل من ماكدونالدز فانا مش عارف المنيو ايه، فخش على طول على عمرو شريف تاكل ايه من ماكدونالدز، فبيفيدني الحاجه اللي بيقول عليها بيطلع فعلا لا اختيار كويس. فعمرو شريف يتحط ولا زعيم، لان الاكل فاهم اكل حاجه بنحبها كلنا. ريمو بربري. ريمو بربري من احسن الناس اللي انت ممكن تشوفهم بيقدموا كابلز كونتنت، تحس ان انت بتتابع ناس مش مصريين من كتر ما هو فاهم جامد. تيمون ونينجا انا بحبهم برضو القطط بتاعتهم، فنحطهم عظمه. بلال عزت طبعا احنا اصحاب من زمان، بس عنده بقى مشكله في الكونتنت بتاعه اللي هو بيلطش في اي حد كده، اي حاجه قدامه تلطش فيها اهدى شويه اهدى شويه، خلينا في جامد واهدى كده ما تبقاش توكسيك. نيجي لهيكل توينز، كنت بحب سكتشاكو فخليكوا في يدوبك. عمر دايزر. عمر دايزر من الناس برضو اللي بتقدم محتوى تقني بس بشكل مميز ومختلف جدا، وهو ان هو مثلا بيجيب لك موبايلات غريبه من شركه دابلو سكوبار، حاجات غريبه، بيعمل ريفيو لعربيه تسلا، لا حوار. فعمر دايزر يتحط في عظم. توبز طبعا من الناس برضو اللي بره مصر اللي انا بحبهم، بحب الكونتنت بتاعهم زيه زي احمد ابو الرب برضو، عظمه. نيجي لانس وصاله، دي النسخه المحسنه طبعا لاحمد حسن وزينب. احمد حسن وزينب ايه اللي جابهم هنا، فاحنا نحطهم في يدوبك يعني. احمد فيدي تي في من اوائل الناس اللي بدات فيديو رياكت برضو معايا اواخر 2018 لحد 2019، كان طالع قوي، كان محقق نجاح حلو انا فاكر الموضوع ده، بس الفتره الاخيره الويف نزلت جامد وابتدى مواضيعه هي طريقته هي عايز تنوع بس، فنحطه في يدوبك لحد ما تنوع. ليدو بيعمل لسه بيعمل فيديوهات، ليدو بجد لسه بيعمل فيديوهات، ايه اللي جابه هنا. محمد كيو انا بحبه جدا، بس في بقى لقطه غاب فيها كده ورجع بيعمل فيديوز زي اللي هو الكابلز فيديوز اللي بتتعمل دي، عمل زي احمد حسن وزينب بس مش زيهم، كان موضوع انضف برده شويه، بس الموضوع ده قلل الكوانتيتي بتاعته في قناته الاساسيه الرياكت بقى والتريقه، لان انت منين بتتريق على الناس دي ومنين بتعمل مش زيهم، بتعمل حاجه شبههم، فالموضوع ده قلل الكوانتيتي عنده فخلى الدنيا عنده ما تبقاش مفهومه قوي. يا جامد يا بص، لا عشان اشجعك خليك في جامد. احمد نجم من اعز اصحابي. احمد نجم عنده مشكله، يا بيبقى عنده استمراريه في الفيديوهات كتير يا بيريق، ما عندوش وسط اليوتيوب يعني على طول. نجم انا بحبك بس يعني انا قلت مش هطبل، فحاليا في الوقت الحالي انت في يدوبك. وبس كده يا جماعه، ده اللي احنا وصلنا له للتقييم بتاع اليوتيوبرز. اسف لاي حد لو زعل من التقييم ده، انا بقيم فعليا بجد من وجهه نظري انا مش من وجهه نظر حد تاني. ممكن اشوف واحد يدوبك يطلع عظمه، انا مش عايز ازعل حد، بحبكم كلكم ومبسوط جدا يعني فكره فيديو جديده، وهنعمل ريفيو من ده تاني ممكن في السنه الجديده بقى نشوف التطورات مين وصل لايه، ممكن انا اكون نزلت اليدوبك او ايه اللي جابه هنا. ده استحاله طبعا، استحاله. مين ده يا ابني اللي ينزل؟ احنا مكاننا فوق يا ابني. بس كده اشوفكم في فيديو كمان يومين برضو، نشاط ده يلا. حلو قوي حلو قوي كده عظيم.